مبادرة أحياء روح الموصل، هذه المبادرة العظيمة التي تعمل على إعادة النسيج المجتمعي والتاريخي لهذه المدينة من خلال إعمار المواقع التاريخية كجامع النوري وكنيستي الساعة والطاهرة ومدرسة الإخلاص والبيت التراثية والعديد من الأنشطة الأخرى. المركز المجتمعي لمبادرة أحياء روح الموصل من خلال هذا المركز وبشراكة مع مؤسسة التطوع معنا سيتم العمل على عدة أنشطة من خلال هذا المركز، استقبال المجتمع المحلي، تعريفهم بمشروع أحياء روح الموصل، المراحل التي وصل إليها، كيفية الدخول إلى هذه المواقع وزيارتها من خلال المركز المجتمعي. سيركز عملنا في هذا المركز على استقبال المجتمع المحلي ومناقشة ما تم التوصل إليه في المواقع الرئيسية الأربعة التي تقوم اليونسكو على إعادة تأهيلها، وهي ميدان الحدباء، جامع النوري، كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة. كما تلاحظون في هذا المركز يتم عرض صور وفيديوهات وتصاميم بطرق تفاعلية حديثة لمعرفة العالم والمجتمع بما بالعمل الذي العمل الموجود داخل هذه المواقع الرئيسية.